في هذا العدد من أوان الثقافة، رصد لآراء وانطباعات نخبة من الإعلاميين والسينمائيين بخصوص العرض الأول لفيلم المخرج مختار العجيمي قصر الدهشة. خمس سنوات من الثورة التونسية في عيون تلامذة المعهد النموذجي محمد فراج الشاذلي بأريانا، اللي عبروا على التزامهم بواقعهم من خلال عمل مسرحي حول موضوع الوحدة الوطنية. هو شخصية مناضل نقابي عاش في سجون العهد البائد نجم نقوله، بالتعذيب وبالمعاناه في السجن ومعاناه، أصيب بأزمة نفسية، مش ما نقولوش خلل ذهني، أزمة نفسية، وهزوه معناها حطوه في مركز إعاقة ذهنية، ولكن الثورة جات خارج السجن المركز اللي هو السجن، وداخل السجن يعني الجو اللي كان سيد البلاد في الوقت ذاك كان زادا موجود في المركز بيدو، والمناضل قعد حتى معناه رغم عدم توازنه نفسيا، لكن قعد مناضل، قعد الشحنة بتاع النضال فيه موجودة، وأدت الشحنة ذيك لأنه حتى مدير المركز هو بيدو يفر وهو وجماعته معناها من المركز، فالثورة داخل المركز هذا هو من نوع من الميكروكوسم بتاع المجتمع التونسي في إطار ضيق، مش تفهم كيفاش حتى في مجتمع ضيق كيفاش الناس تتعامل مع بعضها دائما في حالة هكاكة. مثلا هو ذي مستشفى بتاع عقول بتاع بسيكاتري، تجم تصير أي حاجة، دائما فما شكون يحب يحكم، وفما دائما شكون يحب يستغل ضعف تاع الاخرين، ودائما فما شكون يحب يستغل الفرصه باش يسرق ولا باش يكذب الى اخره. هو النوع مضيق بتاع المجتمع التونسي في اطار حكايه اللي هي حكايه المستشفى هذا كان وقتها في عهد الديكتاتوريه، مثقفين وناس اساتذه، لكن خاطر افكارهم وجاءوا ضد الحكم في عود حطوهم في السجن، نعزلوهم في فضاء هكاك في المستشفى هذايا نتاع الامراض العقليه، ردوهم مهبله، معناتها مثقف عنده راي اخر مخالف لك انت يردوه مهبول. معناتها لو كل فيلم باش يكون فيلم ناجح بالنسبه للديكور بالطبع نحكي لازم تعمل روبيراج به، يعني معاينه الاماكن مهمه في اي فيلم، وقت اللي تحضر معاينه باهيه وتختار أماكن باية تكون أسهل في التحذير بعد، وهذا اللي صار في الفيلم هذا. والله شريط هذا قعدنا على 3 سنين نحضره فيه، فيلم قصر الدهشة بديناه من عام 2012-2013، كان في حاضر في أيام قرطاج السينمائية، مالوغوزمون ما تعداش في ظروف طيبة، نحب توا باش يطلع في القاعات في تونس، في 6 و7 قاعات في تونس، في بنزرت، في منزل بورقيبه، في ان شاء الله في نابلس، في اخص وسوسه، دونك باش نشوفوه في عده مدن تونسيه، فيلم اللي هو ان شاء الله يعمل حدث، ان شاء الله يرجع الجمهور للقاعات، في مجموعه لباس بها من الشبان كان من الجانب التقني ولا من الجانب الفني، ممثلين كما هشام رستم في ثوب جديد، جمال مداني، فاطمه بن سعيدان، ريم البنا، مجموعه لباس بها من الشبان اللي أول مرة نشوفوهم قدام الكاميرا، والموضوع نفسه موضوع معناها ما تعودناش نشوفوه في السينما التونسية. كمنتج أنا تو فرحان لأنه الفيلم تو وصلته لما ليه، وصلته للجمهور، إن شاء الله الجمهور يعجبهم الفيلم، وإن شاء الله معناها يلقى حظه معناها كما الأفلام التونسية الكل. الفيلم معناها يظهر لي مستوى نتاعو راقي في على جميع المستويات، المستوى التقني، مستوى الإخراج، مستوى يعني الصورة، ولذا معناها نتصور أنه باش يكون عنده حظ باهي، وخاصة الجمهور التونسي يحب الفيلم التونسي والإقبال كبير على الفيلم التونسي. شنو هذا؟ زلت تسمع في الأصوات ولا ليه؟ دعاياتكم المضروبة
وعرب شنو ما عادش تفل فيا. نزلني حاجه اقوى كي ضربت السيف تقص الحكايه بنعروقها. نزار رد بيتك الاخر على الطبيب ولا ماك تعرف يذولي مش جديد عليك بدي يرجعوك في عقلك. وينو في الدوزه؟ صباح الخير معصر. شنو لازم تبكي في الليل ما غير سبب؟ وحشت امك. ليه بتلبينا؟ بتلبينا؟ انا يدور لي ديما نتيحوا في مشكله السينما التونسيه في الاسقاطات اللي ساعات تنجم تكون هامشيه وماهيش مدروسه. هذا اللي تخل بالفيلم وتخليها يمكن القيمه نتاعو تتقل اكثر ما يمكن. قراءه خاصه، قراءه فنيه من مختار العجيمي للمجتمع التونسي انطلاقا لما عاشوا المجتمع التونسي في الفتره الانتقاليه هذيك، فتره ما قبل 14 جانفي وفتره 14 جانفي، انطلاقا من اللي صوروا هو الايه نتاع المجانين هذاك. واحد قراءة تبقى هي تخصه، قراءة حلوة بالنسبة لي أنا في تقييمي حلوة. فيلم كي نشوفه بعد فيلم باب العرش لاحظ أنه باب العرش كان ربما فيلم ممتع أكثر، ربما السوداوية متاع الفيلم هذا، ربما الجانب الياسر اللي يتعلق بالتوثيق الأحداث 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 قعد الفيلم هذا يعني يدور في ما تطورش اكثر، يعني ما خرجش ما عطاش بعد جمالي للاحداث هذه. فيلم دون المتوسط، معناها اقل من الانتظارات اللي كنا نستناو باش نشوفوها. نص ضعيف ياسر، تحليل معناها لو تريتمون اي لي سوبرفيسييل، كاستينغ فيه وعليه. بالحق هوني ما نلومش على العش الدعم، معناها كيفاش يعملوا. شريط سينمائي طويل تونسي اللي عودنا عليه مختار العجيمي ولا شبه برشا الثورة. الفيلم هذا شبه ياسر الخمس سنين ثورة اللي عشنا فيهم في تونس. عموما هو حكي على برشا حاجات و وضاع في لحظات معينة من لحظة ومن بعد رجع. عموما حاول يساير الفترة هذيك ما قبل يعني معناها جانفي وحتى ال 14 جانفي. وفيه ثم حاجات، أولا شريط سينمائي تونسي جديد وهذا بطبيعة الحال حاجة هامة جدا، يعني أنه كل مرة ينضاف للخزينة متاعنا فيلم جديد. من ناحية ثانية فيلم يحكي عن فترة اللي تهمنا بنظرة خصوصية، فكرة حلوة برشا، انطلاقا من معناها مكان متاع مجانين يحب يفسر لنا شنو الشيء اللي صار في تونس. بطبيعة الحال أعتقد أنه تجربة حلوة، تجربة جديدة، و ربي يوفقه ان شاء الله. لازمنا نعاودوا نراجعوا التنظيم، ماهوش هكا نعملوا اون بروميير، فهمتني؟ واللي يتحملوا المسؤوليه هما سي لا سال اللي يتحمل المسؤوليه.
الوطنية في تونس بينهم ثلاثة. خلوا تونس ولا الوطنية زاد تو فقط انت الدنيا خلات وجلات. انا فاطمه الفهميه، انا الزيزيه الحلميه، انا عظيمه عفوانه والسيده المنوبيه. انا العمل هذايا من انتاج نادي التربيه المدنيه بالمعهد النموذج بريانا. النادي هذا يعمل تحت اشراف الجمعيه التونسيه للتربيه المدنيه بمناسبه مرور 5 سنوات على اندلاع الثوره التونسيه. حبينا نحتفلوا بطريقتنا الخاصه. شو معناه بطريقتنا الخاصه؟ تلامذتنا، الناس كل تكلمت، الناس كل عبرت على ارائها في تونس الا التلامذه ما تكلموش. جات الثوره، جات الذكرى الثوره، عندهم مساج يعني رساله دقيقه وواضحه حب يوجهوها للشعب التونسي. نحن في نادي التربيه المدنيه في السنه الدراسيه هذه 2015 و2016 قررنا كل يعني نشاط ولا كل مشروع باش نقوموا به هو اهداء الى الشهداء وجرحى الوطن، ثم الى روح فقيد المعهد التلميذ راغب علالة. احنا المعهد النموذجي اللي هو يركز على الدراسة ويسعى الى الحرص على تفوق تلاميذنا كالعادة، ولكن هذا ما يعنيش ان ما نعطيوش اهمية للأنشطة الثقافية وخاصة ننميو فيهم حس المواطنة وحب الوطن. واستغلينا فرصة يوم الاحتفال بثورة تونسية الذكرى 5 للاحتفال بالثورة التونسية، واتفقنا إدارة المعهد مع مختلف النوادي بما فيهم نادي التربية على المواطنة على تنظيم هذه التظاهرة باش تكون فرصة باش نبينوا أن تلامذتنا عندهم حس وطني، يحبوا بلادهم، بتقديم عرض فرجوي فني قصير لا محالة، لكنه معبر على إحساسهم بالمسؤولية. Je suis très fière اللي j'ai eu l'occasion et l'opportunité de représenter ma Tunisie، ونحب نشكر مسيو سفيان اللي عطانا اللي عاوننا باش نعملوا المشروع هذايا، خاطر يعني كل شيء لتوانسه كل اللي نحن تلامذه ولا لاي تونسي في بلادنا. جو سوي فيير اللي انا ممبر من العمل هذايا وفرحانه على الاخر. سي تان كادو و سي تان دوفوار بور لا تونيزي. اورجانيزاتور تلهيت بالتنظيم تاع المسرحيه هذايا اللي نجحت الحمد لله يا ربي. حاولنا باش نظهروا للتوانسه الكل اللي تونس باش تبقى ديما شامخه فوق كل الدول ونجحت، ونحب نشكر سي سفيان بوغانم اللي ساهم باش تنجح هذايا. اون افي بوزوان باش نعطيو قيمه تونس باش نوريو العباد الكل انه تونس ما فيهاش كان ارهاب، ما فيهاش كان فساد. تونس بولادها، تونس عندها عباد مثقفه، عباد تخدم وتوصل وتحب توصل ان ميساج معناتها التوانسه وغير التوانسه. معناتها باش نعكس اون ايماج كومام معناتها باهي على تونس. احنا كيفنا الدوله اللي نبيها ومش مخلينها محتاجه، نرعاوها ونقويوها ونعترفوا بها ونطلع معها لفوق كما قررتنا وعلمتنا ووعاتنا وردت منا نسيو الخير. وقتيش باش تفيقوا؟ وقتيش باش تحسوا بالخطر؟ تونس أمانة عنا، لازمتنا نحافظوا عليها باش كيما شفنا فيها يشوفوا فيها ولادنا. ما عادش بكري، اليوم مش غدوة، توا مش من بعد، توا نتحدوا، نثنيوا الركبة ونشمروا على يدينا باش ننقذوا بلادنا من الموت.